بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نتكلم على آخر موضوع عندنا في اليوروجينيتال اللي هو الفيميل بيرث كنترول. طبعا احنا هنتكلم على مين، على هرمونال من النشأ، يعني ده اللي هو الأساسي بتاعنا. بالنسبة للفيميل بيرث كنترول احنا عندنا بنقسمها إلى مجموعات. أول حاجة اللي هي البيلز. البيلز دي يعني ايه بيلز؟ بيلز دي اللي هي بتتاخد اورال، فدي هتبقى اورال. طيب في منها كومباين بيلز اللي هو بيحط ايه؟ بيحط اللي هو استروجين مع بروجسترون. زي ما قلت قبل كده احنا بنستعملش الناتشرال استروجين، بنستعمل بريباريشن زي الايثينايل استراديول، وبنستعمل حاجه برضو زي الاسترادايول فالوريت، دي اللي هي السينثيتك استروجين. بنحط معاها واحد من البروجستيرون اللي هم السينثيتك بروجستيرون. الحقيقه البروجستيرون طلع منه جينيريشن. اول جينيريشن طلع اللي هو كان السكند جينيريشن اللي هو الليفو نورجستريل، وده فيه عيب ان هو اولا ليه اندروجينيك افكت، ده كبروجسترون. خليكم فاكرين ان انا قلت لكم ان البروجسترون والاندروجين قريبين جدا من بعض في الاستراكشر، فبص تلاقي ما تستغربش لما تلاقي بروجسترون وليه اندروجينيك افكت. وبما انه ليه اندروجينيك افكت فهيأثر على الليبيد بروفايل نيجاتيف طبعا، فممكن تبص تلاقي ان من عيوبه ان هو ممكن يقلل ال HDL، فده كان سكند جنريشن. حسنا ده وطلعنا اللي هو السير جنريشن. السير جنريشن اللي هم زي الديسو جستريل وغيرهم، دي كلها اسامي موجوده في الماركت. السير جنريشن كانت ايه الميزه اللي فيه بقى؟ السير جنريشن كانت الميزه اللي فيه ان هو مينيمال او نو اندروجينيك افكت، يعني انا قللت قوي الاندروجينيك افكت وقللت فكره اللي هو النيجاتيف افكت على الليبيد بروفايل. طلعنا الفور جنريشن. الفور جنريشن طلع الحقيقه اللي هو الدروسبيرينون، وده كان مش بقى ملوش اندروجينيك افكت، لا ده كان انتي اندروجينيك بس كمان انتي الدوستيرون. اللي فينا فاكر بقى موضوع الالدوستيرون، انك ده بقى عندي ده انتي الدوستيرون، طبعا هيقول لي على طول بما انه هو الدوستيرون انتاجونست يبقى الريسك اللي فيه على طول الهايبركاليميا، عشان كده ده لازم البوتاسيوم ليفل بيبقى مونيتور، خصوصا لو رينال بيشنت، لان البوتاسيوم بيبقى خطورته اكتر في الناس اللي هي رينالي امبيرد، فدي لازم تمونيتور البوتاسيوم. يبقى ادي اول مجموعه اللي هي كورا كومباين. يبقى انت بتعمل ايه في الكومباين؟ بتحط استروجين، واحد من الاستروجين دول اللي هم الايثينايل استراديول واستراديول فالوريت بلس واحد من الاندروجين، سوري واحد من البروجسترون اللي انا قلت عليهم دول، ده كده اسمه كومبايند بيلز. ده اول نوع ممكن نستعمله في الفيميل بيرث كنترول. طيب في بعد كده بيلز تانية بس ما فيهاش استروجين، فيها بروجستين بس. في عندي بقى طلعنا اللي هو الليفو نورجستريل، والليفو نورجستريل ده كان اللي هو لو تفتكروا ده كان جينيريشن من ال البروجستيرون. العيب اللي فيه ان هو ما بيعملش سبريشن للاوفيوليشن كونسيستنت، يعني مش قوي قوي ان هو يعمل سبريشن للاوفيوليشن. وفي نفس الوقت في حاجه اسمها 3 اور ميست بيريد. يعني ايه 3 اور ميست بيريد؟ انا لما اجي اكتب للفيميل حاجه من البروجستين اونلي بقول لها ايه؟ بقول لها كل يوم الصبح الساعه مثلا الساعه 7 اي ام هتاخدي قرص. طيب افرض هي صحيت الساعة 8، ما فيش مشكلة ممكن تاخد القرص. طب صحيت 9، صحيت 10، لحد 3 ساعات
أنا قايل لها تاخده 7 الصبح، لحد 3 ساعات بعد الوقت اللي أنا محدده لها ممكن تاخد الكورس، مفيش مشكلة. دي اللي هي بنسميها 3 hours missed period. طيب طلعنا بقى اللي هم الفور جنريشن اللي هو الديسو جستريل، ده بقى فيه ميزة ان هو سبريس الاوفيوليشن، وبقى فيه 12 hour missed period، يعني هنا عندي وقت كافي ان هي لو نسيت ممكن تاخد القرص في ظرف 12 ساعة. ده الفروق دي على فكرة بتفرق لما تيجي انت تشتغل دكتور وتكتب حاجة زي كده، الكلام ده انت تفهم البريباريشن اللي بتختاره علشان كمان تقدر تمانج لو حصل اللي هو ميست بيريود، فلازم تمانج ده، لازم تبقى فاهم انت كاتب ايه. فدي نقطة من النقط اللي بتفرق طبعا في الكتابة بتاعة الأدوية. طيب احنا كده اتكلمنا على البيلز، يبقى البيلز حاجة من الاثنين، لا اما كومباين استروجين بروجسترون لا اما اللي هو بروجسترون اونلي. دخلنا بقى في البارنترال، بارنترال بقى اللي هو اي حاجة تانية غير الاورال. في عندي باتش كومبايند سكين باتش اهي زي دي كده، احنا عارفين شكل الباتش قبل كده، وده ممكن يستعمل بالطريقة دي. طلعنا بقى انجكتابل فورم اللي هو كومبايند انجكتابل. اول ما تسمع كلمة كومبايند تعرف ان هو في اللي هو حاطط فيه الاثنين، فحط هو الاسترادايول فاليريت نور اسيستيرون، ودول بيبقى اويلي انجكشن بيتاخد مرة كل شهر. حط بقى بروجستيرون اونلي بس اللي هي يعني دي اختصارات طبعا يعني معروفة، يعني لو انت بتعمل سيرش عليها دي الحاجات اللي بتبقى معروفة يعني. لكن هو البروجستيرون اونلي انجكتبل كونتراسبتيف ده هنا بيبقى ديبو، ديبو دي اللي هو متخزن، وبيتاخد ده حوالي كل شهرين لثلاث شهور. دي حقنة بتتاخد كل شهرين لثلاث شهور. طلع الامبلانت، الامبلانت ده اللي هو بيتاخد تقريبا كل ثلاث سنين، ده بيتزرع زي ما انتم شايفين كده بيتزرع تحت الجلد، وطبعا ده علشان اشيله لازم افتح واشيله تاني من تحت الجلد. ده كده اللي هما البارنترال. يبقى البارنترال عندي في اللي هو الكومبايند سكين باتش، في عندي اللي هو الانجكتبل اللي هو الكومبايند او البروجستين اونلي، وفي اللي هو الامبلانت اللي هو البروجستين، وده اللي هي بتزرع كل ثلاث سنين. ستيل برضو لسه عندي بارنتال. في حاجه رابع حاجه اللي هي الرينج، الرينج دي برضو ممكن تبقى فيها حاطط رينج زي ما هنشوفها دلوقتي، وحاطط فيها استروجين، وحاطط فيها اللي هو حاجه من البروجستيرون او اللي هو بروجستيرون اونلي. مش بس رينج طبعا، البروجستيرون دي فيها ميزه اللي هي تستعمل during lactation لانها ما بتاثرش على الميلك برودكشن. يبقى الرينج اللي فيها بروجستيرون بس دي اللي هي ممكن تستعمل في اللاكتيشن علشان ما بتاثرش عليه. البروجستين اي او دي انتريترين ديفايس بيبقى حاطط معاه اللي هو ليفو نورجستريل، وده هنشوف. طيب يبقى احنا كده عندنا في كومباين بيلز، وعندنا في بارنتال، في عندنا الباتش، في عندنا الرينج، وفي عندنا الانجكشن، على فكره انواع كتيره قوي. طب دول هيتاخدوا ازاي؟ ناخد بالنا بقى. بيل اللي هي الاقراص، باتش اللي هي اللزقه بتاعت الجلد، الرينج دول ليهم طريقه في الاستعمال. دول بيستخدوا ايه؟ 21 يوم، وبعد كده 7 أيام راحة. طبعا ال7 أيام راحة دول انت يعني في الرينج او في الباتش خلاص مش هتاخد حاجة لمدة 7 أيام، لكن في البيلز ممكن مع البيلز تقوم ايه، ساعات في حتى شركات بتقوم جايبة كده عاملة الشريط حاطة 21 قرص، وتيجي في الآخر ممكن تقوم حاطه بقى عشان ما يبقاش بلاسيبو، تحط مثلا اقراص بقى
حديد او حاجه، يبقى هتلاقي لون مختلف. الشكل ده على فكره هتشوفوه يعني في الكونتراسيبت بتاعي كده، الشريط عامل كده اهي، ده لون وبعدين ده لون تاني، وايفن حتى بتبقى التاريخ مكتوب يعني هنا يوم كذا، وحتى تلاقي سهم كده علشان تمشي ده ما تمشيش بأي طريقة كده، تلاقي فيه سهم على الشريط فيعني كل ده علشان اجي في الاخر 7 ايام لازم تريح 7 ايام علشان يبتدي يحصل اللي هو المينستريشن. فده اللي هو البيلز اللي هي الكومبايند بيلز دي، كومبايند. الكومبايند باتش الرينج 21 يوم و7 ايام راحه. اوكي. لو هي اورال ممكن زي ما قلت بنعمل الطريقه دي. طب لو هي كانت بروجستين بس، البروجستين بس يتاخد على طول مفيش اي بريك. انا هنا بتكلم على البيلز لان انا مش بتكلم عن الانجكشن. الانجكشن اللي هو او الامبلانت ده خلاص مزروع، ده هيقعد 3 سنين مش هاجي جنبه. الانجكشن اللي بيقعد شهرين ثلاثة ده مش هاجي جنبه. لكن انا بتكلم على البروجستين اونلي بيلز دي، لو هتتاخد ما تاخدش اي بريك خالص. يبقى لو هي بيلز كومبايند، لو هي باتش كومبايند، هي فاجينال رينج 21 يوم وتتشال ويتحط اللي هو 7 ايام فري. لو هي بروجستين بس بيلز مفيش اي بريك خالص يتعمل، وتفضل مستمره عليه على طول. ده بالنسبه اللي هو الادمنستريشن بتاع الفيميل بيرث كنترول. دي يعني صوره للرينج اللي بتتركب اهي، ودي صوره اللي هو البروجستير انتراترين ديفايس. ده هنا بيبقى فيه بروجستيرون، وفي طبعا نوع اللي هو نون ميديكيتد اللي هو بيبقى كوبر بس ما فيش فيه اللي هو البروجستيرون. تعالوا بقى نشوف هي ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاع الهرمونال بيرث كنترول. اول حاجه انا ممكن اشتغل على الهايبوثالاموس. هايبوثالاموس قلنا اللي عليه الريسبتور بتاعت مين؟ بتاعت الاستر. طيب ممكن اشتغل فين تاني؟ ممكن اشتغل على اليوترس. اليوترس اللي هو فيه اندوميتريوم اللي بيحصل فيها امبلانتيشن، وفي اللي هو السيرفكس. في عندي التيوب اهي اللي هي المفروض بيتنقل منها الاوفا اهي. طيب انا هشتغل فين؟ طبعا اقوى حاجة تشتغل ان انت تقفل الريسبتور دي. مين اللي بيقفل الريسبتور دي؟ الاستروجين. سوري مش هتقفلها، انت هتمسك الاستروجين يمسك في الريسبتور دي، ولما يمسك في الريسبتور دي يقوم عامل ايه؟ عامل انهبيشن للجونادوتروبين ريليزنج هرمون. سوري مش قفل، الاستروجين بيمسك في الريسبتور بتاعته فيمنع ريليس اوف جونادوتروبين ريليزنج هرمون. طيب ايه تاني ممكن يشتغل؟ اجي بقى هنا البروجستيرون. البروجستيرون على حسب الدوز. طيب لو هي دوز صغيره يبتدي بس يعمل لي كده السكريشن اللي هنا، يبقى فيزيت سكريشن. طب ايه يعني اما يزود الفيسكوستي؟ طبعا ده كده يمنع البنتريشن بتاع السبير. طيب لو انا اديت انترميديت دوز يبدا يشتغل برضو على نفس الكلام ده،
بس الانترميديت دوز بقى ممكن كمان تعمل لي سبريشن للأوفيوليشن. ده انترميديت دوز. طب هاي دوز يعني الانترميديت بتأثر على الأوفيوليشن. طب الهاي دوز بقى، الهاي دوز لا دي بتشتغل بقى على الفيسكوستي وتمنع الأوفيوليشن، وايفن كمان حتى ممكن تأثر على الريليز بتاع الجونادوتروبين هرمون. كل ده بيحصل من البروجستيرون. زي ما انتم شايفين طبعا الاستروجين قوي جدا، بس البروجستيرون برضو على حسب الدوز بتاعته. طيب لو انا هدي حاجه كومبايند بقى الاثنين مع بعض بيعملوا ايه؟ الاثنين مع بعض يبدا يقلل الموتيليتي هنا. ايه يعني لما تقلل الموتيليتي؟ طبعا الموتيليتي انا قلت دي اللي هي مسؤوله عن حركه الاوفا اهي، فانت كده بتقلل الموتيليتي. كمان الكومبايند يبقى ده عمل هنا، وكمان الكومبايند يبوظ الاندوميتريوم. لما يبوظ الاندوميتريوم ده كده هيمنع الامبلانتيشن. يبقى باختصار الميكانيزم الانهيبيشن اوف جونادوتروبين ريليزنج هرمون ده مين لي وظيفه الاستروجين، هو هيمسك هنا يمنع الريليز اوف جونادوتروبين ريليزنج هرمون. بروجستيرون في لو دوز هيخلي السكريشن هنا فيزيت يمنع البنتريشن. كل ما هتزود الدوز هتاخد بنفيت اكتر. الانترميديت هتبدا يخلي السكريشن فيزيت يبدا ياثر على الاوفيوليشن. لو اديت هاي دوز لا ممكن ايفن حتى ياثر بقى على الجونادوتروبين هرمون، ياثر على الفوليكل وياثر على الاوفيوليشن. ده لو بروجستيرون لوحده. الاثنين مع بعض سواء استروجين سواء بروجستيرون بيأثروا على حاجتين، يأثر على الموتيليتي بتاعة التيوب، ويبوظ أو يخلي الاندوميتريا not suitable for الامبلانتيشن. اللي أنا شرحته ده أهو زي ما قلت، استروجين مينلي يمنع ال FSH release، بروجستيرون لو low dose sickening للسيرفايكال ميوكس فيقلل البنتريشن. زودت الدوز يبدا ياثر شويه على الفوليكل وعلى الاوفيوليشن. زودت الدوز اكتر من كده يبدا ياثر على الجونادوتروبين هرمون، ياثر على الاف اس اتش والال اتش يبدا يبقى هنا البروجسترون على حسب الدوز بتاعته. الاثنين مع بعض بياثروا على التيوب الموتيليتي، والاثنين مع بعض بيخلوا الاندوميتريوم not suitable for implantation. ده الميكانيزم اوف اكشن بتاع الهرمونال بيرث كنترول. طيب هل اللي هي الكونتراسبتيف دي ملهاش اي استعمالات تانية غير الكونتراسبشن؟ لا بنستعملها طبعا. ممكن نستعملها في البوليسيستيك اوفري سندروم. الناس دي ممكن يبقى عندها اكسس اندروجين، وزي ما قلت قبل كده ان انا عايز اعاكس الاندروجين ده، فممكن استعمل فانكشنال انتاجونست للاندروجين. وفي الحاله دي برضو انا بقلل الهرمونال برودكشن من الاوفري. ممكن استعملها في الديسمينوريا اللي هي البينفول منستريويشن. في البينفول منستريويشن ممكن نستعمل اللي هو البيلز، ممكن نستعمل الباتش، ممكن نستعمل الرينج، الهرمونال اي او دي، لانه زي ما قلت انه طبعا البروجستيرون هنا بيبقى ليه دور مهم ان هو يعمل يقلل الكونتراكتيليتي بتاعه اليوترس. ولو تفتكروا احنا البروجستيرون كنا بنستعمله في الايرلي بليدنج اوف بريجننسي، ولو فاكرين البروجستيرون انتاجونست مايفيبريستون كنا بنديه علشان نعمل ابورشن. فالبروجستيرون بيقلل الكونتراكتيليتي بتاعت اليوترس، وده ممكن نستعمله في الديسمينوريا. ممكن نستعمله في المينوراجيا اللي هي الاكسس بليدنج برضو، اللي هو البروجستيرون. زي ما قلت ان هو البروجستيرون ليه دور ان هو بيقلل البليدنج، فلما يخلي الوول بيبقى ثين فده يمنع اكسس بليدنج، فده برضو ممكن يستعمل في مينوراجيا. يعني انا بقول بس مجرد استعمالات تبقوا عارفين انها ممكن تستعمل. في الهيرشوتيزم جسرتها قبل كده ان انا قلت في الكونتراسبتيف ان انا ممكن ادي الادويه دي في عشان اعاكس الاندروجين.
لأن هو إلى حد ما بيبقى ليه فانكشنال أنتي أندروجينيك إفكت. فدي من النقط المهمة يعني، بس مجرد نبقى عارفين إن ليه أذر يوزز، مش لازم يعني الديتيلز بتاعت ليه كل واحد، لكن دي أذر يوزز لل contraceptive pills. تعالوا بقى نشوف ايه الادفرس افكت والكونترا انديكيشن بتاعت الهرمون بيرث كنترول في الفيميل. الادفرس افكت بتاعتها الحقيقه لو جينا نقسمها احنا ممكن نقول حاجات ماينور ريسك. يعني ايه ماينور ريسك؟ يعني حاجات مش مؤثره قوي، نوزيا فوميتنج، شويه هيدك، بريست تندرنس، إديمة، دي كلها حاجات ممكن تبقى ماينور ريسك، يعني دي ممكن التغلب عليها، ممكن بعد شويه تبدأ تختفي، كل ده ممكن ما فيش فيه مشكلة. الانترميديت ريسك طبعا اللي هو البليدنج، ان ممكن يحصل بليدنج، وده ممكن يحصل في اللو دوز، وبيبقى الريجولار بليدنج، يعني نبص نلاقي ان يحصل مثلا ديستربنس في المنسويشن، تحصل حاجة اسمها مترو بليدنج وسط الديوريشن مثلا بتاعت الحبوب دي اللي هي بتاخدها، فممكن يحصل كده شوية بليدنج، ودي طبعا بتبقى يعني مشكلة طبعا، يعني بتبقى حاجة disturbing للفيميل. ده ممكن بقى لو ديت لارج دوز ممكن يحصل الامينوريا، الامينوريا يعني يبتدي مثلا تبقى ما فيش اي منستروشن، وده طبعا سايكولوجيكالي بيأثر على الفيميل. الاكني وهيرشوتيزم ده هنشوفه كتير مع لو انت بتستعمل اللي هو البروجستيرون اللي هو اللي اندروجينيك افكت، فده هيبقى نتيجه ان هو بروجستيرون ولي اندروجينيك افكت، فممكن ده يعمل اكني وهيرشوتيزم، ممكن يعمل سكين بيجمنتيشن. لحد دلوقتي الحاجات دي يعني الى حد ما هياش يعني اكسبتد، طبعا انا عارف انها مش اكسبتد قوي، ولكن بالمقارنه اللي احنا هنشوفها بعد كده. ايه الميجور ريسك بقى؟ اول حاجه اللي هو الاستروجين. الاستروجين طبعا لو احنا بنستعمل استروجين بلو دوز، كل ما بتقلل الاستروجين كل ما الريسك بيقل على مستوى الكارديوفاسكولار، خصوصا لو هي over 35، لو هي smokers، دي كلها ريسك عشان الكارديوفاسكولار، فطبعا الريسك هنا بيبقى عالي لو هي، عشان كده انت بتختار مين اللي تديها حاجة زي كده. انا قلت قبل كده ان الاستروجين ليه دور في ان هو بيزود الكلوتينج فاكتور اهو، فالاستروجين يزود الكلوتينج فاكتور، وممكن يخش مني في دي في تي، وممكن تخش مني في بالمونري امبوليزم. طيب الاستروجين برضو الى حد ما ممكن يعمل اللي هو سولت اند ووتر ريتينشن، ممكن يعمل الهايبرتنشن، وده يؤدي الى ستروك، وممكن مايوكارديا انفارشن. عشان كده قبل ما بنكتب حاجه زي كده للفيميل لازم بنشوف الضغط، لازم بنشوف السن، لازم بنشوف الهابتس، لو هي سموكر، لو هي عندها اذر ريسك فاكتور لحاجه زي الهايبرتنشن والستروك والميوكارديا انفاركشن، كل دي كارديوفاسكولار ريسك. هيجي حد يقول لي طب ما هو احنا طول عمرنا عارفين ان الفيميل طول ما عندها استروجين ما بيبقاش عندها ريسك للكارديوفاسكولار ديزيز. ده الفسيولوجيكال، في فرق واحنا بنتكلم على الفسيولوجيكال استروجين اللي هو ربنا خلقه بيطلع طبيعي، وفي فرق ان احنا بنتكلم ان انا بديها دوز اعلى من الفسيولوجيكال. انا هنا مش بدي فسيولوجيكال، انا بدي دوز اعلى، ففي الحاله دي الاستروجين اللي انت بتديه من بره ده ممكن يعمل لها اللي هو ثرومبوزس ويدخلها بالمونري امبوليز، ممكن يعللها الضغط، وممكن يدخلها في ستروك، وممكن يدخلها في ميوكاردال انفاركشن. طيب تاني ريسك طبعا الكارسينوجينيك. الريسك بتاع يعني دي كلها بقى يعني ريسيرش بيتعمل وستاتستكس بتتعمل، فبيزيد الريسك بتاع السيرفايكال كانسر.
وده هنا duration dependent. يعني ايه duration dependent؟ يعني كل ما تستعملها مدة اطول كل ما الريسك ده بيبقى اكتر. فدي اللي هي الريسك بتاع السيرفايكال كانسر. طب الريسك بتاع البريست كانسر، الريسك بتاع البريست كانسر من الاستاديز اللي بتتعمل انه بيقول لك وهي بتاخد الدواء ممكن الريسك يبقى زايد، لكن لما بتوقف الكونتراسبتيف الريسك بيقل. يعني ده معنى كلمه ان الديكلاين لا ده لما توقف الدواء. يبقى السيرفايكال كانسر دي ديوريشن، كل ما خدت مده اطول كل ما الريسك يزيد. البريست كانسر وهي بتاخد الدواء في ريسك، لكن لما بتوقف الريسك بيقل. لكن طبعا ناخد بالنا ان هو ممكن الادويه دي بتقلل الريسك بتاع الاوفيريان والاندوميتريال كانسر. دي طبعا ده مش عيب، لكن ده برضه statistics، يعني دي كلها احصائيات بتتعمل، فبتقول انه ممكن يكون بيقلل الريسك. عشان كده يعني انا مش معتبرها في الادرس افكت. زي اي ستيرويد هرمون، اي ستيرويد هرمون ده بيأثر على الليفر، بيأثر على البايل، وممكن يعمل كوليسيستايتس وجولستون اللي بيأثر على البايل ستيزس، خصوصا البروجستيرون. البروجستيرون من الحاجات اللي بتعمل ستيزس، فالستيزس ده في الجول بلادر يزود الريسك بتاع الجولستون، ممكن يعمل كوليسيستايتس وتخش بجوندس. وطبعا ان هو بيبقى في الليفر ديزيز ممنوع استعماله في الليفر ديزيز، لانه الى حد ما هو بيتكسر في الليفر، فده برضو بيبقى لود على الليفر ميتابوليزم، فبرضو مش مفضل في الليفر ديزيز. زي ما قلت ان البروجستيرون ممكن يبقى له دور في الديبريشن، ممكن يعمل ديبريشن، عشان كده مش بنفضل ان الادويه دي تستعمل في حد واحده عندها ديبريشن. يبقى زي ما قلت الريسك العالي هو الكارديوفاسكولار، الثرومبو امبوليزم، البلمونري امبوليزم، زياده الضغط بما يتبعه بقى من زيادات الضغط، الريسك اوف كانسر سيرفايكال وده على حسب المده، البريست كانسر وده ما توقف بيقل الريسك. الليفر من الحاجات المهمه قوي اللي تتاثر، والبيلياري ستيزس والجولستون والجوندس ممكن يحصل، والديبريشن. ناخد بالنا من دراج انتر اكشن، وده يعني اتكلمنا عليه كتير قبل كده، انه لو انت هتدي اي انزيم انديوسر، يعني مثلا حاجه زي الريفامبيسين، زي ادويه الكاربامازيبين، زي الفينيتوين، ادويه اللي هي الابيليبسي، اي انزيم انديوسر هيقلل الافيكاسي بتاع الكونتراسبتيف ويحصل بريجنس. عشان كده ناخد بالنا اي انزيم انديوسر لازم تاخد بالك من الدوز بتاعه الكونتراسبتيف. ودي من الحاجات المعروفة قوي، انك انت لو بتدي واحدة ست اورال كونتراسيبتيف واديتها انزيم انديوسر، في ريسك طبعا انها تخش منك في فيلير اوف اورال كونتراسيبتيف او اوف كونتراسيبشن، وتخش منك في بريجنسي. فناخد بالنا واحنا بنستعمل الادوية دي. يبقى احنا كده اتكلمنا على الفيميل بيرث كنترول، واتكلمنا على انواعها، وزي ما قلت ان في منها انواع اللي هي الكومبايند، اللي هي بتبقى في منها اورال كومبايند، وفي اللي هو بروجستين اونلي، وفي اللي هو البارنتال بقى اللي هو انواع مختلفه، الرينج، الاي او دي، الانجكشن، الامبلانت، الباتش، كل دي حاجات بارنتال. وقلت حاجه مهمه، وانت بتستعمل البيلز بالذات، البيلز او الباتش او الرينج، يفضل 21 يوم، مش يفضل، هو ده المفروض 21 يوم وتوقف 7 ايام. لكن لو بيلز ممكن ندي 7 ايام الباقيين بنديها حاجه زي الايرون مثلا او كده، او بلاسيبو، علشان ما توقفش الهابت بتاعه انها تاخد الاقراص. لو هي بروجستين اونلي بيلز دي بتتاخد سبونتينيوس، ما بتوقفش خالص. الحاجات اللي ناخد بالنا منها ان البروجستيرون على حسب البريباريشن، سكند او ثيرد او فورث جنريشن من البروجستيرون، السكند اندروجينيك، الثيرد ابتدى يقل شويه، الفورث بقى انتي اندروجينيك وانتي اندوستيرون. وعشان كده قلت الفورث اللي هو ده، ياخد بالنا من السيرم بوتاسيوم ليفل.
بعد كده اتكلمنا على الادفرس افكت، وقلت ان في حاجات ماينور وفي حاجات انترميديت وفي حاجات ميجور. طبعا ناخد بالنا من الميجور. الميجور كارديوفاسكولار، ده استروجين بيزود الريسك اوف ثرومبو امبوليزم وبالمونري امبوليزم وهايبرتنشن. ناخد بالنا من الكانسر، كانسر سيرفكس ده ديوريشن ديبندنت. ناخد بالنا من الكانسر بريست، وده بيقل لما توقف، دي ريسك فيها ممكن يحصل. ناخد بالنا من الديبريشن اللي ممكن البروجستيرون يعملوا. ناخد بالنا من الليفر، لان الليفر بتتاثر وممكن يحصل فيها اللي هو زي ما قلت بيليارستيزيس وكوليسيستايتس، ويحصل اللي هو الليفر توكسيستي. شكرا.